مرحبا بكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا في فعاليات الندوة العلمية الخاصة بدور المؤسسات الأهلية والتنموية في مكافحة خطر تعاطي المخدرات. خير ما نبدأ به هذه ندوتنا هذه آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطفل القارئ علي عمار أبو صور، فليتفضل مشكورا. وأنهكت من خلال تقديم ونشر برامج توعوية علمية تبين خطورة التعاطي والتهويش وتجارة المخدرات على الفرد والمجتمع، من خلال العديد من المنابر الإعلامية ومن أهمها المدارس ومنابر المساجد. الأمر بالنشوة والسعادة، ولكن في ما بعد تبدأ عملية الإدمان. تعريف القانون المخدر مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتعطي المتعاطي شعور المخدرة، سواء كانت هذه الرغبة من أجل طلب متعة زائفة أو من أجل تجنب الألم الذي يصيب الجسم في حالة تصميمات طبيعية. هناك مخدرات صناعية تم صناعتها والمزيج بين الحمام كذا الأوريكا. طبعا هذه عبارة عن مواد الشباب يقوم بالصناعة بعملية طلاء الأحذية وغيرها، ويجيب بعض المواد الخطابية غاضبة جدا باعتبار أنها لا تخطط إلى أدنى مقومات التركيبة الصحية أو التركيبة العادية، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ استعمال سيء وبدو شرطة، وبعدين لما تكمل تسعرية الحمرة ترد تسعرية يجيبون تسعرية وهكذا. يعني نصرش بدون حسيب أو رفيق. هذه نموذج لوسط طبية لمادة مخدرة أو مادة مهدس الهروب من مشاكل الحياة. يعني أنتم يعرف هذه القوة الاجتماعية والجنسية وغيرها، ثم يحددون الموقع الجغرافي وقد يتخذونه. الأبحاث تشير أن المحافظين على صلواتهم كما أن الله سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظ يقدمن للصلاة مسجدا. يعني المهندس حينما أول ما يضع الخطط الهندسية لرسم مداخل ومخارج وتجمعات السكان في هذه المدينة ينبغي أن يهتم أول شيء بوضع المسجد، يعني اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أول ما هاجر أسس المسجد. فطبعا للمسجد دور مهم، بحيث ان المسجد يعد من اقدم مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، يعني
يعني الفرد يتربى وينشأ في الأسرة، ثم يخرج إلى البيئة، إلى الشارع، ثم يذهب إلى المسجد، يكون له رفقاء، ثم يذهب إلى المدرسة، ثم يذهب إلى الجامعة، يستمع إلى الإعلام، فكل هذه تسمى مصادر التنشئة التي يتنشأ فيها يعني النشأ ويتربى فيها الأجيال. والمحاضرات الوعظية التي تلقى في المساجد يعني خطبة أسبوعية، هذا فرض. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني كل فرد في المجتمع الإسلامي ذكرا بالغا مقيم غير مسافر يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة إذا لم يكن مريض. طبعا اليوم احنا في كلية التقنية الطبية بدانوت وبرعاية جامعة بيروت، اليوم عندنا ندوة علمية تتعلق بتفعيل مبادرة وتعاون للتوعية لمكافحة المخدرات. طبعا المبادرة جت من أعضاء قسم العلاقات العامة بمديرية بيروت، اللي هم فعلا يعني من خلال تواصلهم وإلقاء المحاضرات رأوا أن فيه مشكلة حقيقية في المعرفة لدى شرائح المجتمع بالكامل، يعني فهناك جهل بخطورة المخدرات وأساليب ترويجها وكذا، فيعني تنادوا أعضاء القسم وفكروا في أنهم هم بيحطوا مبادرة، يعني يتم إعداد مبادرة وبكل عناصرها وكذا، و يعني تم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وبعض النشطاء وبعض المسؤولين، وعقدنا اجتماع لتفعيل هذه المبادرة. المبادرة هي عبارة عن يعني زي الواحد رمى حجر في ماء راكد، نبغوا نحركوا موضوع المخدرات باش نخلوه يطفى على السطح، وكل الناس نبغاها تتفاعل بحيث ان احنا نحطوا استراتيجيات لحمايه المجتمع من هذه الافه، وخاصه شريحه يعني المراهقين والشباب، لان الحقيقه يعني خاصه في السنوات الاخيره تنامت هذه الظاهره وبدت تفتك بالمجتمع وسببت مآسي للمجتمع بصفة عامة، للأسر في كذا كذا. فاحنا حاولنا يعني من خلال هذه المبادرة إن ننمو الشمل ونجمع المؤسسات ذات الشان والناشطين ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وكل إن احنا ننمو نديره يعني برنامج توعوي تثقيفي للحد من هذه الظاهرة، باعتبار أن هي التوعية والتثقيف يعتبر من أهم الروافد اللي ممكن يعني تعطي مفعولها في المجتمع وتجنب شريحة المتعاطيين يعني بالكامل من هذه الآفة. بداية نشكر قناة الفضائية مسار على متابعتها لمناشط مدينة نالوت وجامعة نالوت خاصة. محمد مسعود جنان رئيس جامعة نالوت. طبعا هذه الندوة جاءت من خلال عرض أو فكرة تبناها مدير إدارة علاقات ب مديرية أمن غرب الجبل على أساس انتشار ظاهرة المخدرات في المنطقة، فنحن كجامعة نالوت أبدينا استعدادنا للتعاون مع المديرية لإقامة هذه الندوة. نتحدث عن المحاور الندوة. الندوة طبعا نحن في منطقة نالوت أو في نالوت أو في ليبيا بصفة عامة لسنا استثناء مما يحدث في العالم. ظاهرة مخدرات منتشرة في كل أنحاء العالم والعالم كله يعاني من هذه المشكلة، وبالتالي موجودة في كل دول العالم، وليبيا زي ما قلت ليست استثناء، ونالوت خاصة تعتبر معبر لتهريب هذه المادة. المادة هذه جينا من المواني ومن المطارات ومن أماكن مختلفة داخل الدولة الليبية، وتعتبر منطقة مرور لهذه المادة إلى دولة الجزائر والدول الشقيقة، وكما يقال يعني اللي بسس لازم يلحس صبعة، وبالتالي أثناء عملية مرور المخدرات شبابنا حتى هم يتأثروا بهذه المادة بشوية بشوية أو يعني مع مرور الوقت
بدأت تنتشر هذه المادة في مدينة نالوت مثلها زي ما قلت باقي المدن في ليبيا ولا في العالم. من خلال هذه الندوة حاولنا التوعية، فقط هي توعية المواطن بأضرار المادة هذه أو مادة المخدرات من ناحية الصحية ومن ناحية الاجتماعية والاقتصادية. فغرض الندوة أو الهدف من هذه الندوة هي عملية توعوية لا غير يعني.